أي العزيز المشاهد تابعنا يمكن يعجبك. فكر شوية وجاوب صح، جوائز قيمة حلوة ترضى. فكر شوية وجاوب صح، جوائز قيمة حلوة ترضى. لعايتك يا عساك دوم تكفى. فكر شوية وجاوب صح، هذا خسارة لا غضب، وهذا ربح ألف مبروك، وهذا خسارة لا غضب، وهذا ربح ألف مبروك. فكر شوية وجاوب صح، فكر واربح، فكر واربح. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من فكر وربح. على فكره البارح انتهى البرنامج وما لقينا واحد يجاوب على سؤالنا اللي راح نقول لكم اياه بعد شويه. سؤالنا كان اللي ما لقينا واحد يجاوب عليه البارح بسيط وسهل، كان يقول الطيور المفترسه ايش حقا نطلق عليها اسم الجوارح؟ لان لها مخالب. لا لها مخالب ومنقاره. منقاره يعني لأنه أكلت اللحوم. الجوارح أكلت اللحوم. الجوارح لأنها تأكل اللحوم. سؤالنا خفيف وبسيط يحتاج لواحد بس يركز. ما تصيب الشغلة جرحة هذه من صفاتها. طيور مفترسة هي جوارح لها مخالب لأنها ما تجرح يمكن لأنها تجرح. ما أدري يمكن لأنها تجرح. تخيل النسر يأكل أسد. لا ما ياكل لان انا برج الاسد. اوكي تعرفين تحكي انت. اوكي جارح تاكل لحوم. احنا قاعد نقول للناس لو انها يعني الجواب بهالسهوله ما سالناه. كل الناس قاعد يقول لانها تاكل لحوم ولا انها تجرح. تجرح اي هم مو صحيح. تبي العضلات فرصه توقعين شنو؟ بس هذا اللي نعرفه الجوارح احنا تاكل لحوم وكذا يعني لانها تاكل لحوم. مو هذا الجواب. يعرف يمكن تجرح الحيوانات اللي تاكلها. هذه يعني من صفاتها. عندها مخالب واسنان كذي غير الطيور العاديه اللي ما تاكل حبوب. ابو حقب شو اسمه نسر. ليش يطلقون عليها اسم جوارح؟ عشان ما تتربى وتعض وحشيه مهما اسويها ما هذول ما يتربون. طيور الجوارح بتجاوبين اللي ببالك غير قصدك كذي؟ لا النسر، الصقر، العقاب، الباز تسمى طيور جوارح لأنها طيور مفترسة. لماذا أطلق عليها اسم الجوارح؟ لأن أنا قلت لك هذا جوابكم غلط. يمكن عشان تعيش مناطق العالية مثل الجبال وكذي. يمكن عشان تتغذى على لحوم. أعزائي المشاهدين احنا الحين بالحلقة الثانية مع السؤال نفسه اللي هو الطيور المفترسة لماذا اطلق عليها اسم الجوارح. لحد الان ما حد قال الاجابة الصحيحة. احنا باكر ايضا راح نطرح نفس السؤال. على فكرة الجوائز المخصصة لهذا السؤال ثلاث جوائز قيمة. جاليري العثمان للمجوهرات راح يقدم للي يقول الاجابة خاتم ذهب بقيمة 50 دينار مرصع بفيروز والماس. في شركة البروتي راح يقدمون مشتريات بقيمة 30 دينار. مركز الماسة للهدايا والساعات يقدم قلم ماركة فالنتينو بقيمة 35 دينار. هذه الاجابة بنخشها الجائزة بنخشها لباكر، ولكن برنامجنا مستمر وراح نكمل مع الجمهور اللي متواجد معانا. شوفوا معنا فكر واربح. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. من قائل هذا البيت من الشعر؟ أبو فراس الحمداني. أمير شعراء. أمير الشعراء أحمد رامي أو ظهر. أنت طالع مسلسل أم كلثوم مشكور. لا 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 مو أم كلثوم. لا لا قال البشر. إذا ما راح تجاوب راح نكثر عليك التأسفة. والله ما عندي خبرة. ناسي أنا على بالي بس ناسي. أبو العلاء المعري. كويتي هو أبو العلاء المعري. أحمد شوقي صاحبي صالح مدرس عربي.
ما عندي فكرة، ما عندي فكرة. ما في ثلاث إجابات، ما في ثلاث اختيارات. بيت شعر حلو يحمل حكمة، وجميل إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. أعتقد إمام الشافعي. نعم؟ إمام الشافعي. بالفعل الإمام الشافعي رحمة الله عليه هو القائل هذا البيت: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. بالفعل إجابتك كانت صحيحة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه ومؤسسة عبد النبي الصراف قدموا لك معلقة كريستال بقيمة 111 دينار 4737304. في سابليل الحلويات قدم لك كوبون ب 20 دينار من منتجات الشركة. في نظارات الشمري قدموا لك نظارة شمسية بقيمة 40 دينار شارع فهد السالم عمارة الخالد 24134442. في النظارة جاهزة أنك تلبسها يعني. متزوج انت؟ لا والله لسه. حق اختك هي. كل عام انت بخير. وانت بخير. تفضل التنظيف. تفضل جائزتك. مشكور. الله يخليك. تعرفون الضفادع شلون تشرب الماي؟ هذا سهل. قششيني. شلون هو بالماي يشرب ماي من الماي؟ شلون يشرب ماي؟ شلون يعني؟ يعني الإنسان يأخذ قلاص الماي ويشرب يحط يشرب من الحلجة من لسانه. شلون يعني يشرب؟ لا الضفادع ما تشرب من حلجة. من حلجة. من حلجة. بلسانه. شو تقولين؟ ما عندي فكرة صراحة. شلون تشرب الماي؟ مريولة. الضفادع شلون تشرب ماي؟ من ماي صح من خشمة. لسانها من خشمه. مو يا صراحه مو يا. الضفادع شلون تشرب ماي؟ ما عمرك شربت اي لحظه برمائيه عادي تشرب ماي؟ لا والله كان عندي سلحفات ما جبت الضفدع لها هلا. انا حلوجها بعد من الحلج. السلحفات شلون تشرب ماي؟ من حلجة بعد مثل الانسان. مثل الانسان. الضفدع شلون يشرب ماي؟ من عيونه بعد معروف هذا. الضفدع يشرب من عيونه. اعتقد ما يشرب ماي. ما يشرب ماي. سؤال بسيط وخفيف. الضفدع شلون يشرب ماي؟ من الجلد. من مسامات الجلد. من مسامات الجلد. بالفعل هذه هي الإجابة الصحيحة. الضفدع يشرب ماي من مسامات الجلد. شركة بني العميد قدموا لك كوبون بقيمة 25 دينار السالمية شارع سيد ياسين 574-0888. مؤسسة إمبراطور الكمبيوتر قدم دورة شاملة بعلوم الكمبيوتر حوالي شارع بن خلدون مجمع بيضون 26-56-101. إجابتنا شنو كانت؟ الضفدع يشرب ماي من وين؟ مسامات الجلد. تعرفون إيش حقه يطلقون على الرسوم الساخرة اسم كاركاتير؟ دي هي بتعبر عن شيء موجود في المجتمع بس بطريقة ساخرة. الرسوم يعني متحركة. الرسوم متحركة عادي عشان كذي يعني تتحرك مثل رسمات خفيفة يعني على أساس حق مثلا طلع. احنا ما قاعد سؤالنا ما قاعد نقول لكم يعني ماذا يعني. احنا نقول ليش سموه كاركاتير؟ ذوق الرسام يمكن. ذوق الرسام يعني وفن الرسام يحطه بال يعني اللي يقدر يصوره. كاراتيه يعني انها تعني نوع من الماس المسخه مثلا تعليق. نوع التعليق عشان ضحك. مشكور. ممنون. ايماني مو اني ذاكرته. اعتقد انه يمكن تكون مرسومه على باليد يعني تسمى كاركاتير. اعتقد زي ما يكون رسم يعني بالها ايد لا يكون طباعه بالها جيده. يكون بالجيده. شو المعنى كاركاتير قالوا؟ يعني قصدك اي لغه مثلا يقولون كاريكاتير ولا شنو؟ اعتقد جايه من كلمه كاركتر. للاسف نار. تعرفين ايش حقه؟ السؤال اصلا كاركاتير يطلق على الرسوم الساخره بالصحافه.
سؤالنا يقول: لماذا يطلق اسم كاريكاتير على الرسوم الساخرة؟ أعتقد يطلق عليها كاريكاتير لأن افتكر اللي ابتكرها أو اللي بدأ فيها هو الفنان الإيطالي، فنان إيطالي. فنان إيطالي شو اسمه؟ قلنا كاريكاتير بالفعل إيطالي. أي نعم. اسمه كاريكاتير عدل ولا لا؟ قريب أنا عدل ولا لا؟ كاراتير أو كاريكاتير كاراكتي، فنان إيطالي اسمه كاراكتي بالفعل. أنت أقرب إجابة وتستحق عليها جائزتنا. بالفعل تسمى رسوم الساخرة كاريكاتير نسبة إلى الفنان الإيطالي كاراكتي، أول من استخدم هذه الرسوم. طفل المستقبل قدموا لك دفتر ألعاب بقيمة 10 دنانير 2451999. شركة البروتين الكويتية قدموا لك كوبون مشتروات بقيمة 30 دينار 431103. صفر. مشكور كل عام وانت بخير. وانت بخير ما قصرت ابوي. كلنا نعرف السلطة خيار وطماط وليمون، ولكن سؤالنا: ما أصل هذه الكلمة وما هو معناها الأصلي؟ يونانية. وماذا تعني كانت؟ يعني مشكلة شيء ما أدري. ناسيها. هي بالفعل كلمة يونانية، ولكن الكلمة كانت تعني كلمة معينة تحولت إلى سلطة. قبل يعني مثل أيام اليونانيين ما كان يقول لي بالسلطة مثل خيار وطماط، وهذا يقول لي بشغلة ثانية. مع الأيام صارت السلطة هي الخضار الطازجة. فواكه مشكلة؟ لا. كوكتيل؟ خضرة مشكلة؟ ها؟ خضرة مشكلة؟ فارسي؟ لا. ألماني؟ ألماني. سلطة. سلطة. يونانية أعتقد. وماذا تعني؟ يعني قبل ما كان يقول يعني باليوناني ما كان ينادون يقول يي بالسلطة، يقول يي بشغلة ثانية. مع الأيام تحولت ليه صارت السلطة الخيار والطماط وهذا. والله يا أخوي اسمح لي. أكل. اللي هو؟ السلطة. اللي هو شنو من ماذا تتكون السلطة؟ يعني خيار، طماط، خس، ملفوف. خوش كلام. أصل كلمة سلطة أتوقع من وين جاية وشنو كان معناها؟ والله ما عندي فكرة. أصلها إيطالي. سلطة أعتقد فرنسية. من مصر يمكن. لو قلنا لك سلطة شطر على بالك؟ السلطة. السلطة السلطة ما غيرها. اللي هي سلطة الأكل. الأكل شنو من تتكون؟ طماط، خيار، خيس والمشتقات الثانية مالك الخضرة. خوش كلام. هالكلمة سلطة لها أصل جاية منه وكانت تعني شغلة معينة، اتوقع أصل الكلمة من وين؟ عيد السؤال شلون ما فهمت أنا. أصل الكلمة، أصل كلمة سلطة من وين جاي؟ كان لها معنى معين بعد. أصل الكلمة سلطة على ما أعتقد يا إسبانية أو يونانية. اختار واحدة. اليونانية. يونانية. وماذا كانت تعني؟ يعني حاليا يقول لك سلطة، يجيب لي سلطة خيار وطماط ومشتقاتها مثل ما قلت. قبل شنو كان؟ الملح. الملح مع السلطة وما السلطة يسمونها، كانوا يسمونها الخلطة الملح مع الملح. خلاص خليك، كانوا يسمونها المملح. المملح كانوا يسمونها المملح، ما دام انت قلت خلطة ملح كانوا يسمونها المملح، وهي كلمة يونانية. نعم يعني طلع صح. طلع صح. ظهر تاكل وايد سلطة. انا وامشي وايد بعد. حلو. راح نعطيك شغلة مملحة. مملحة. جريدة الرأي العام قدموا لك اشتراك مجاني لمدة سنة. شركة نظارات الجميل قدموا لك كوبون مشتروات بقيمة 50 دينار 5754411. بما أنك رياضي كثر من السلطة. الله يسلمك. مشكور. كل عام تبقى. يعطيكم العافية. في عضلات في جسم الإنسان مهما تحركت ما تتعب، ما اسم هذه العضلات؟ عضلات الريل. لا يقولون فلان ما عنده لياقة على طول يتعب. مشكور. الله يسلمك. اللسان. عضلات اللسان. شو تقول؟ العين. العين كم عضلة فيه؟ والله ما عندي. ست عضلات ولا أربعة؟ يمكن ست.
ستة. بالفعل هي العين، عين الإنسان مهما تحركت ما تتعب، عضلات عين الإنسان مهما تحركت ما تتعب. بعض المرات واحد يتحكى وايد يقول خلاص تعبت ما بتحكى، لكن عضلات العين ما تتعب. راح نعطيك جائزة ما تتعبك وايد. شركة ماك للسياحة والسفر والشحن الجوي قدموا لك تذكرة سفر الكويت بحرين الكويت شارع فهد السالم مقابل مسجد الملا صالح. شركة البروتين الكويتية قدموا لك كوبون مشتروات بقيمة 30 دينار من منتجات الشركة 4311030. مركز الماسة للهدايا والساعات قدم قلم ماركة فالنتينو بقيمة 35 دينار. شارك بهالفالنتينو، شوفها لفة كذي، خلينا نشوفها. هذا الفالنتينو بقيمة 35 دينار مجمع المثنى، قدم لك من مركز الماسة 2401453. قلنا العضلة اللي مهما تحركت ما تتعب شنو؟ العين. كم عضلة فيها؟ ستة. حلقتنا انتهت، باكر نشوفكم مع فكر واربح، مع السلامة. جرس تشيكن بوكس. أي العزيز المشاهد تابعنا يمكن يعجبك. تكفي شوية وجاوب صح، جوايز قيمة حلوة ترضى. تكفي شوية وجاوب صح، جوايز قيمة حلوة ترضى. لعايتك يا عساك دوم تكفر. تكفي شوية وجاوب صح، هذا خسر ألا أضوح.